هل ربنا قال لابراهيم انك انت من الفرات للنيل اسرائيل هتملك وفي ناس كتيرة بيقول رد كده من الفرات الى النيل هذه املاكك يا اسرائيل او هذه ارضك يا اسرائيل لا اسرائيل ما بيؤمنوش بكده وانا بقولها لصاحب السؤال ولكل واحد لان اسرائيل درسين كتابهم كويس بس عينيهم عمي عن الخلاص لكن درسين كتابهم من ناحية الارض كويس يعني مثلا أنا كل دولة من الدول ليها علامة تميزها يعني مثلا الأهرامات لما يجي يجيبوا مثلا درجة الحرارة في الدول يجيب كل دولة يجيب لك علامة مثلا فرنسا برج إيفل مصر أهرامات الجيزة الكويت البرج بتاع الكويت فبنعمل من العلامه اسم الدوله دوله مصر في البدايه كانت العلامه بتاعتها مش الاهرامات كانت العلامه بتاعتها النيل والدوله الاشور وبابر كانت العلامه بتاعتها الفرات فلما تبقى حدود الفرات يعني حدود الدوله الاشوريه طيب الدوله الاشوريه اخر حدودها ايه الأردن ولبنان وسوريا. العراق وسوريا والأردن واليونان والأردن ولبنان كل دول اسمهم الدولة كانت الأشورية ودي حدودها مع اسرائيل. طب ال... النيل النيل اللي هي مصر. مصر آخر حدودها ايه؟ سينا آخر سيناء بتبان الحدود اللي بيننا وبينهم. لكن لا يقصد ان هما يستولوا على مصر ويستولوا على العراق طبعا لا عارف لو اسرائيل عارفين ان حدودهم مصر وخدوا سينا كنت تقطعهم وما يخرجوش لكن عارفين ان سينا دي مش بتاعتهم كانوا بيساوموا عليها على قد ما يكسبوا لبنان خدوا الجنوب لبنان لو لبنان دي تبعهم كانوا خدوا الجنوب ما طلعوش منه لكن طلعوا منه لكن ايمانهم ان الجولان بتاعهم عشان كده مش عايزين يخرجوا منه فهم بيمشوا بحسب الفكر بتاعهم الايمان بيمشوا بحسب الفكر بتاعهم فهنا لما يجي يقول له فك الملائكه المقيدين عند عند نهر الفرات ايه الملائكه المقيدين عند نهر الفرات؟ لان نهر الفرات دي اساس العالم لما ربنا خلق العالم عمل جنه اسمها جنه عدن بتطلع منها اربع انهار منهم نهر الفرات يعني لما تيجي تسألني الإنسان اتخلق فين؟ أقول لك في العراق ما بين النهرين حداقل والفرات في أربع أنهار اتنين التمر واتنين موجودين حداقل اللي هو دجلة والفرات اللي هو الفرات واتنين انتهوا والأقوى الباين اللي هو نهر الفرات لأن نهر دجلة ضعيف شوية لكن فرات هو الغريق الغزير أول قضية سفك <applause> دم <applause> 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 في العراق قايين قتل هابيل والدم سفك لما ربنا قال لنوح ابن فلك بنى الفلك هناك في نفس الارض في العراق الفلك لما ارتفع ارتفع وراح على جبل ارارات في تركيا لكن لما خرجوا من الفلك رجعوا تاني لمكانهم لما بنوا البرج بنوا في بابل في العراق لما اتفرقت الألسنة اتفرقت في العراق لما ربنا حب يأدب إسرائيل خلى نبوخذ نصر هو اللي يهد الهيكل ويهد أورشليم ويعمل كل ده العراق نهر الفرات هي بداية العالم وهي النهاية فهنا لما بيجي يقول له فك الأربعة ملائكة المقيدين عند نهر الفرات أو النهر العظيم الفرات الملائكة دي ملائكة أشرار وما نقدرش نربطهم بالملائكة اللي في إصحاح سبعة اللي هم ماسكين أربع زوايا الأرض لأن دول ملائكة نورانيين ماسكين الزوايا وبيقول لهم أوعوا تخلوا الريح وكله لغاية ما نختم عبيد إلهنا يعني دول الأربعة دول لمنع الغضب والتانيين دول لتنفيذ الغضب فنفك الأربعة الملائكة طب ليه الصوت جه من الأربع قرون المذبح لأن اليهود هيبنوا الهيكل وبعد ما يبنوا الهيكل هيجي الوحش يمنحهم من العبادة ويبطل الذبيحه وطبعا انتوا عارفين اليهود في عيد الكفاره بيدخل رئيس الكهنه ويحط من دم الذبيحه على اربع قرون المسبح وامام تابوت العهد فكون انه يبطل يعني ما فيش دم يعني معناها النعمه اتشالت وجه الغضب لان عهد النعمه ليه بدايه وليه نهايه نهايته بيقول لك خلي بالك اليوم يوم خلاص الوقت وقت مقبول ام سمعت صوته لا تُقَسُّ قلوبكم دلوقتي اللي هيجي الربنا هيقبله لكن بعد ما ينتهي عهد النعمه تيجي وتخبط يقول لك اغلق الباب فتعال قبل الوقت بها يبارك رب الجنود مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور ومراسي اسرائيل اشعياء 19 25 صاحب السؤال بيقول أرجو تفسير هذه الآية ثانيا عندما نتكلم عن مصر في الكتاب المقدس نذكر نصف الآية فقط مبارك شعبي مصر ولا نكمل الآية ملحوظة لو في حرج من إجابة السؤال فلا داعي للإجابة لا ما فيش حرج يا صاحب السؤال لما جه أتكلم عن اخر الايام اسرائيل ليها عدوين العدو الجنوبي اللي هي مصر الفرعونية انا بتكلم على ايام الفراعنة العدو الجنوبي استعبتهم والعدو الشمالي هد اورشليم على اللي فيها وسباهم اشور وبابل عملت السبي ومصر استعبدتهم وإسرائيل كانت بين المطحنتين دول في آخر الأيام لما إسرائيل تنفتح عينيها على المسيح ويؤمنوا بيه مصر اللي استعبدتها هتتبارك مبارك شعبي مصر هتتبارك لأن مصر هي اللي ركزت العقيدة المسيحية الحقيقية الكاملة يعني غالبية المجامع كانوا اللي بيقوموا بيها مصريين أثناسيوس الرسولي ودي معروفة ده حتى لو رحت الكنيسة الكاثوليكية وسألت عن الرهبنة يقول لك رهبنة سانت انطوان القديس انطونيوس انطونيوس ده منين؟ مش من روما من مصر من قمن العروس فهنا هنا كانت مصر سبب بركه عشان كده مبارك شعب مصر. اشور اللي سابتهم وحرقت اورشليم والهيكل هتسندهم وتقف معاهم عمل يدي اشور لما عمل يدي اشور اللي خربت الدنيا تقف جنبهم وتساعدهم ومصر اللي اللي استعبدتهم هتحبهم وتباركهم والسبب هو ايه؟ لما اسرائيل يبقى ميراثي ميراثي انا يعني لما اسرائيل يرجع لي ويبقى ميراث الرب هنا هتحصل التكمله بالكامل. قسم اليهود العهد القديم الى ثلاث اقسام التوراه والانبياء والمزامير وهذا ما اقره السيد المسيح عندما قال لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير لكن في الترجمة السبعينية العهد القديم تقسم إلى أسفار الشريعة اللي هو الناموس وأسفار تاريخية وأسفار نبوية وأسفار شعرية والسؤال هنا لماذا كانت الترجمة السبعينية مختلفة عما ذكره المسيح. يا صاحب السؤال العهد القديم كانوا بيؤمنوا كلهم بأسفار الناموس والاسفار التاريخية والاسفار الشعرية والاسفار النبوية واخدوا بالكم؟ اللي هي التقسيمات التقسيمات فالتاريخ النبوي الشريعة كل دول كانوا موجودين لكن يسوع لما تكلم ما تكلمش عن كله اتكلم عن الحاجة اللي بيؤمنوا بيها لان في ناس اسمهم ايه الصدقيين لا يؤمنوا الا باسفار موسى الخمسة فجاب لهم الامور المشتركة بينهم يعني كل ده كان موجود في بعض بيؤمن بيه في بعض ما بيؤمنش بيه زي الصدقيين الصدقيين يقولوا لك ايه احنا ما بنؤمنش غير باسفار موسى الخمسه وباقي الكتاب المقدس لا طبعا ده فكر بشري غلط فالمسيح يسوع لما جاي بيقول لهم ان مكتوب عنه قال لكل الفئات فكان مكتوب عنهم في الناموس والانبياء والمزامير مش معنى كده ان الكتاب المقدس هم الثلاثه دول لانك انت حطيت الثلاثه دول ما دام يسوع على كده يبقى العهد القديم كانوا بيؤمنوا كده لا العهد القديم هم اللي مقسمينه واللي مقسمينه نفسه اتكتب في الترجمه السبعينيه